السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفه ديال اليوم غادي نشوفوا واحد لي ساندويتش اللي ممكن انكم تحضروهم في هذا الشهر المبارك باش تنوعوا الطبيله ديالكم. هاد لي ساندويتش غادي نصاوبوهم بالخبز ديال التاكوس وبالدجاج. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه. على بركه الله غادي نبداو. غادي ناخذوا بصيله، غادي اما غادي نشلضوها اما ندوروها في طحانه، غير هكا تقطع لنا طريفات صغيورين، وغادي نديروها في مقيله ونزيدوا عليها زيت العود ونديروا ليها مليحه والابزار. كما كتشوفوا هنا درت الابزار، دابا غادي ندير مليحه وغادي نخليها كتشحر. ممكن اللي بغى يدير حتى الثومه في هذه المرحله، يدير الثومه، يحك الثومه ويديرها، اولا ممكن يدير الثومه غبره اللي بغيتو، كل واحد يدير داكشي اللي كيفضل. غادي ناخذ الدجاج. انا الدجاج فايته تبلتو بالتتبيله اللي انا مولفه كنديرها، اللي هي لا موتارد مليحه، لابزار، سكينجبير، ثومه غبره اولا ثومه عاديه، والمنسمات. انا درت هنايا شويه ديال القزبر والمدنوس وصافي، هادشي اللي درت. دابا غادي ندوز نطحنو حتى هو طريفات صغار. فوالا غادي ندوزو، ماشي حتى يولي بحال الكفته، ولكن هي يولي طريفات صغيورين بحال هكا، بحال اللي كتشوفو كيوليو طريفات صغيورين بحال شكل البصله باش يطيبو لنا دغيا. ها هما كيوليو على هاد الشكل طريفات صغار، كيوليو ساهلين كيطيبو دغيا. الناس اللي مزروبين هاد الطريقه كطيب دغيا دغيا. كما كتشوفوا هي ديك البصيله راه بدا كيدخلها الطياب، نخليوها غير تزيد شويه ونزيدو عليها هذاك الدجاج. فوالا دابا هي البصيله كما كتشوفوا راه دخلها الطياب مزيان. دابا غادي نزيدو الدجاج وغادي نحاولوا نبقاو تنحركوه حيت راه تلصقوا لنا دوك الطريفات باش نعاودوا نطلقوا دوك الطريقه، دوك الطريفات ما يبقاوش ملاصقين يتفرقوا على بعضياتهم. كنبقاو كنحركوه بحال على هذا الشكل حتى كيبدا يدخلوا الطياب، عاد كنحبسوه من التحرك. فوالا كما كتشوفوا ها هو كيولي على هذا الشكل، هما كيكونوا فريمون طريفات صغيورين بحال شكل ديال البصله، كيكونوا ساهل باش يطيبوا. صافي كنخليوهم غير يطيبوا شويه، والناس اللي كيبغيو الحار ممكن ديروا السودانيه. وانا من بعد غندير واحد التحميره اللي انا عندي ديجا حاره. فوالا هنا كنزيد له التحميره، كما قلت لكم انا هاد التحميره عندي حاره، اللي بغى يزيد الحار يزيد السودانيه ويزيد حتى التحميره باش تعطيه شي شويه اللون ما يبقاش ابيض، واللي بغى يبقى ابيض ممكن يخليها هكاك ما يديرلوش التحميره. صافي غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم وغادي نخليهم يطيبوا وغادي نرجع معكم. وكما كتشوفوا ها هو الدجاج ديالنا وجد. دابا غندوزو نصاوبو لي ساندويتش. غادي ناخذ الخبز ديال التاكوس. انا خديتي هذا صغير، ممكن تاخذوا كبير. غادي نقسموها وحده، غادي نقسموها في الوسط، نقطعوها على هذا الشكل. ناخذ مقيس هنا، ما غاديش نقسموها على جوج مي غير نص. غادي المهم انا نوريكم. فوالا نديرو لها هكا وغادي نحلوها غير نص، اي حد نص. فوالا صافي على هاد الطريقة. غادي ناخدو هذاك الدجاج ديالنا غنديروه في هذاك الجانب،
على هذا الشكل. وغادي نزيدو عليه وانا خاصنا نثبتوه مزيان باش ما يخرجش لينا. وغادي نردو هذاك الجهة عليه. في الجهة الاخرى غادي ندير تلفت ما عرفتش واش نسدو دابا ولا نسدو تال من بعد. المهم ماشي مشكل، تكون سديتو دابا ماشي مشكل. باش ناخد القياس، بعد ناخد الخص غنديرو في هاد الجهة، غندير معاه مطيشة، ممكن ديرو اي حاجة كتبغيوها، ممكن ديرو فليفلة، ممكن ديرو الزيتون، ممكن ديرو اي حاجة. المهم جهة كنديرو فيها هذاك الدجاج اللي سيبناه البصيلة، جهة كنديرو فيها خس ومطيشة، وجهة غادي ندير فيها الفرماج باش نسدو. وحنتوما غتشوفوا الطريقة اللي سديتو بها. فوالا غنعاود نرد هداك، فوالا على هاد الشكل، ونعاود نرد هاديك الجهة على الجهة ديال الخس وماطيشة، وهاد الجهة اللي بقات غادي ندير فيها فخوماج غابي. بالنسبة للناس اللي كيبغيو لاصوص، انا غنعاود نصاوب واحد اخر غندير فيه لاصوص. فوالا غادي ندير فرماج، وغادي نرد نسد داك الجانب، غنجيبو للجهة اللي فيها الفرماج، وغادي نحطو اما في مقيلة ونبدا مرمرة نبرك عليه باش تجيب تبريصة، اولا غنديرو في البانينوز. فوالا هو تيكون على هاد الشكل. غادي نديروه دابا يتبريصا لنا في البانينوز، ولا اللي ما عندوش ممكن يديرو غير في مقيلة ويبقى يبرك عليه، وفاش يتحمر له من واحد الجهة نقلبو للجهة الاخرى. دابا غادي ندوزو نصاوبو لاخر لي بلاصوص، و ميم طون باش نعاود معكم الطريقة مرة أخرى. غادي نقطعو الخبز على هاد الشكل، فوالا غادي نديرو لاصوص هي الأولى. كل واحد كيدير لي صوص اللي بغا، ممكن ديرو غير الموطارد والمايونيز. انا هنا استعملت الساموراي ولا صوص الجيريان، درتهم بجوج، مي ممكن تستعملوا غير المايونيز، ممكن تستعملوا غير الموطارد، كاتشوب، اي حاجه متواجده. فوالا وعاد نحط فوقهم دجاج. هاد الوصفه ديال الدجاج بالبصله ممكن تستعملوها في فلانام، ممكن تستعملوها في بزاف الحاجات، ممكن تزيدو معاها الفيرميسيل وديروها في فلانام، ممكن تصاوبوا بها. انا غادي نصاوب معكم بها واحد الفطائر سائلين، حتى هما كيجيو زوينين كنديرهم بها. فوالا كنسدو هذيك الجهه، كنجيو الجهه الاخرى عاوتاني كنديروا الخس وماطيشون. وهذه فرصه باش اننا ناكلو شي شويه ديال الخضيره ديال السلطه في هذا الشهر المبارك. في رمضان كان معروف اننا كناكلو بزاف المعجنات، هكا باش نبدلو شي شويه وننوعو في الطبيله ديالنا. فوالا عاوتاني غادي نسد هذيك الجهه، وغادي ندير فرماج في الجهه الاخرى، ونسدو ونديرو حتى هو اتبريسا في البانينوز. فوالا على هاد الشكل. فوالا صافي، وغادي نسدوه. كنخليو الفرماج هو اخر مرحلة باش كيلصق، باش كنديروه في لابانينوز كيلصق وما كيتحلش لينا. فوالا ها هو على هذا الشكل، وكما كتشوفوا ها هما كيجيو على هذا الشكل، وكيجيو في المذاق زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الاخبار.
نتلاقاو في فيديو اخر في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.